السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بناء على رغبة العديد من الشبان المصريين، أنا هقول لكم على إجراءات الزواج من مغربية. ويا رب يا رب يعني الشرح بتاعي يعجبكم، تشتركوا في القناة بتاعتي اسمها Discover and Benefit، يعني اكتشف واستفد. تمام، أنا هقول لكم على إيه الإجراءات اللي تعملوها لحغاية ما يتم عقد القران مع فتاة مغربية طبعا هناك في المغرب بإذن الله. في البداية في أوراق مفروض انك انت تجيبها من مصر، وفي أوراق هناك بتعملها في المغرب. خلاص، هنبتدي بالقسم الأولاني، الأوراق اللي هو المفروض انك انت تعملها، انك تجيبها من مصر قبل ما يعني تجيبها معك وانت مسافر للمغرب. خلاص، أول حاجة بتجيب 2 فيش حالة جنائية، فيشين بتعمل ورقتين حالة جنائية. الأولانية موجهة للسفارة المصرية بالرباط، تمام. الفيش التاني موجهة لمحكمة الأسرة اللي في البلدة اللي هتعمل فيها عقد القران عند للمواطنة المغربية. بمعنى يعني مثلا انت هتتجوز واحدة هي في مدينة فاس مثلا، تمام، فهيبقى الفيش الجنائي التاني موجه الى محكمة الاسرة بمدينة فاس. مثلا هتتجوز واحدة هي من مدينة سلا مثلا، يبقى الفيش الجنائي موجه الى محكمة الاسرة بمدينة سلا، وهكذا. تمام، انت لما تيجي تعمل فيش جنائي هما بيسألوك، بيقولك انت عايز تعمل فيش ده لمين، موجه لمين. خلاص، يبقى هتعمل 2 فيش جنائي. الفيش الاولاني موجه للسفارة المصرية بالرباط، تمام، والفيش التاني موجه الى محكمة الاسرة، وتذكر فيها اسم المدينة اللي فيها ايه المحكمة، اي مش محكمة، هي محكمة العدل يعني. تمام، ممكن يكون المغرب كلها فيها محكمتين او 3 مثلا، يعني حسب محكمة العدل، المدينة اللي فيها محكمة العدل. خلاص، بعد ما تعمل الاتنين دول المفروض انه بعد ما تطلع الفيشات دي بتروح تختمها من مكتب التصديقات الخارجية على حسب المحافظة اللي انت فيها. خلاص، لو انت متعرفش فين، انت هنفترض انت مثلا من محافظة الفيوم مثلا، من محافظة البحيرة، بتخش على النت وتكتب مكتب التصديقات الخارجية محافظة البحيرة، بيطلعوا لك المكان والعنوان، تروح تختم الورق ده، بتدفع رسوم بسيطة وبتختم الورق ده. خلاص، طب ليه الفيش ده هم عايزينه؟ الفيش بتاع السفارة المصرية بتروح تقدمه للسفارة المصرية هناك، والفيش التام تقدمه للمحكمة، اللي هم عايزين يعني يضمنوا ان حضرتك ما عندكش اي احكام عليك، او سجلك الجنائي نظيف، انك انت مش هربان من مصر وجاي على المغرب يعني. وفي نفس الوقت بيبقى برضو انك بتدي تعريف للبنت انك انت سجلك الجنائي نظيف. خلاص، طيب الحاجة التانية المفروض تجيبها من مصر معاك، واللي هي شهادة إثبات الدخل. هناك في المغرب طبعا يعني، أو محكمة العدل هناك اللي هي هتبقى مشرفة، أو اللي هي هتدي لك موافقة الزواج هناك، لازم يكون عندها واقعية إنه حضرتك طب هتصرف عليها إزاي، إنك كده بتاخد دخل كويس وهتصرف عليها. طب إزاي بتجيب شهادة إثبات الدخل؟ أنت بتجيب ورقة بيضة كده بتكتبها على الكمبيوتر، ويفضل بس مش مشكلة ان هو تتكتب على ورقة الشركة اللي تشتغل فيها. الورقة دي مكتوب عليها تشهد الشركة الفلانية العلانية اللي انت حضرتك شغال فيها بان الموظف فلان الفلان هو حضرتك يعمل في هذه الشركة براتب قدره كذا. تمام، وهذا يعني اقرار مننا بذلك، وبيبقى عليها يعني مفروض ختم الشركة وامضاء، يعني مفروض الختم يعني. لو مفيش ختم للشركة مفيش مشكلة. خلاص، بس خد بالك من نقطة، المبلغ اللي هتكتبه او الراتب اللي هتكتبه ده هتدفع عليه مبلغ في الشهر العقاري. المفروض الورقة دي بعد ما تتكتب بتروح الشهر العقاري، وبتروح الشهر العقاري ومعاك السجل التجاري للايه، للشركة اللي انت شغال فيها. السجل التجاري للشركة دي لازم هيجي معاك مندوب من الشهر العقاري، في مندوب من الشركه هيجي معاك. يعني دلوقتي هنفترض انت عملت الورقه دي، او الورقه دي كتبتها اتكتبت على ورق الشركه، فهتطلب من الشؤون الاداريه ان في مندوب يجي معاك الشهر العقاري ومعاه السجل التجاري بتاع الشركه
لان هو لهم علشان الورقه دي الورقه دي عشان تسافر المغرب لازم تتختم من الشهر العقاري وتتختم من الايه من مكتب او في حاجه اسمها امضه النائب العام او امضه النائب يعني بصوا نائب الشهر العقاري حاجه زي كده. يعني الورقه دي لازم يبقى فيه الاختام دي كلها, والاختام دي كلها علشان تبقى موجوده لازم المندوب بتاع الشركه اللي انت شغال فيها يجي ومعاك السجل ومجيب السجل التجاري معاه ويختم على الايه على ويمضي هناك في الايه في الشهر العقاري انك انت شغال عندهم في الشركه. وطبعا في رسوم هتدفع, خد بالك الرسوم دي بناء على المرتب. في ناس بقى بتعمل ايه, زي مثلا انت مرتبك الحقيقي 5000 هتدفع رسوم كبيره خلاص, انما مثلا بيروح مثلا يعني يعملوا في ورقه يكتب والله انت مثلا انت كانك انت شغال ب 1000 جنيه ليه عشان تدفع رسوم قليله. يعني انت لو كتبت مرتبك الحقيقي اللي انت بتاخده في الشركه هتدفع رسوم كبيره يعني خلاص. انا مش فاكر الرسوم دي قد ايه, بس كل ما كبر المرتب كل ما كبرت الرسوم. فالناس بتعمل ايه, نقول والله عامل نفسك كانك انت ايه بتتفق مع صاحب الشركه او مع الراجل اللي معاه السجل التجاري انك انت بتاخد مرتب قليل قوي وليكن 1000 مثلا, بس انت مش بتاخد 1000 بتاخد اقل من كده يعني بتاخد اكتر من كده. طيب خلاص انت عملت الورقه دي ودفعت الرسوم ورحت مضيتها من الايه من الـ من الوكيل النائب, حاجه اسمها وكيل النائب خدمته. بعديها بتروح تطلع على مكتب تصديقات الخارجيه وبتختم الايه الورقه دي. يعني الورقه دي بتطلع وبتبقى عليها رسوم كتير قوي. طبعا الورقه دي في الاخر بتسلم لمين, بتسلم محكمه العدل الموجوده في المدينه اللي تابع ليها البنت اللي هتتجوزها يعني خلاص. طيب احنا قلنا ايه 2 فيش, وقلنا الورقه الخاصه بمحكمه الورقه اللي هي الخاصه بايه ب عفوا اللي هو شهاده الدخل خلاص. طيب بعد كده هتجيب ايه معاك, طبعا هتجيب صوره الباسبور بتاعك هتصوره, وهتجيب معاك حاجه ثالثه مهمه جدا اللي هي حاجه اسمها شهاده القيد الفردي خلاص. شهاده القيد الفردي دي بتجيبها من مصلحه الاحوال المدنيه, او تشوف انت المكتب الاحوال المدنيه اللي تابع له المحافظه بتاعتك. شهاده القيد الفردي دي عباره عن اثبات للمغرب انك انت عازب. خد بالك ان البطاقه الشخصيه بتاعتك هنا في مصر ما بتمشيش هناك, صح مكتوب على الكارنيه او مكتوب على البطاقه عازب, بس مش بتمشي هناك البطاقه خلاص. فانت بتجيب اثبات ازاي, وفي نفس الوقت الباسبور مش مكتوب عليه عازب او متزوج, فانت بتروح مصلحه الاحوال المدنيه وبتطلع اسمك على الكمبيوتر وتقول والله انا عايز شهاده قيد فردي. الشهاده دي تثبت انك انت عازب خلاص, وبرده بتاخد الشهاده دي بعد ما تطلع وبتتختم من بتتختم من مكتب التصديقات الخارجيه خلاص. والمتزوج يعني افرض لو انت رحت تتجوز واحده مغربيه بس انت اصلا كنت متزوج يعني وطلقت, فبيطلع حاجه اسمها قيد مطلق خلاص. خد بالكم بس من نقطه مهمه جدا, انه في ناس بتدعي ان هي يعني هو بيدعي ان هو حد مثلا بيدعي قدام اهل البنت ان هو عازب وهو اتجوز قبل كده. شهاده القيد الفردي بتقول لك او هو مثلا ان هو كان مطلق ومرضيش يغير البطاقه عشان يخليها عازب تمام. فشهاده القيد الفردي دي اللي بتطلع من المصلحه بتقول طبعا غير كده, حتى لو انت ما غيرتش البطاقه بيطلع لك انك انت ايه مطلق تمام. طيب انت طبعا عشان تطلع شهاده القيد الفردي لازم تطلع حاجه اسمها شهاده القيد العائلي خلاص. شهاده القيد العائلي دي شهاده تثبت انك انت ليك يعني ايه اصل وفصل والجذور العيله بتاعتك. يبقى انت عشان تطلع القيد الفردي لازم تطلع العائلي. بعد ما تطلع العائلي هيطلع لك الفردي, الفردي ده اللي بتاخده معاك, ما بتاخدش شهاده القيد الايه العائلي. انما لو انت مطلق ومش مشكله انت حتى لو اثبتت في البطاقه انك مطلق مش مطلق لازم تجيب شهاده تثبت انك انت مطلق, بيسموه قيد مطلق خلاص. كل الورق ده اللي في مصر بتختمه من ايه من الخارجيه مكتب التصديقات خلاص. يبقى احنا قلنا 2 فيش جنائي وشهاده اثبات الدخل وشهاده الايه القيد الفردي خلاص. ده بقى ايه الاوراق المطلوبه منك من هنا, طبعا بالاضافه لصوره الباسبور وتجيب صور ايه الشخصيه خلاص. ده كده الجزء الاولاني من الفيديو. في الجزء الثاني هنكمل ان شاء الله في الفيديو اللي هي الاوراق المطلوب منها هي البنت هناك, بالاضافه للاوراق المفروض تعملها هناك في المغرب علشان تقدمه للسفاره او مكتبه الاسره.